أن ما دام شعبان أي تهي والنبي عليه الصلاة والسلام وشهر يغفل عنه الناس دتك غفلة أي كجران أي عبادة أي في عن تهي مركي دتك عبادة أي كجران غفلة إن عبادة لبضيو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديثك أسامة وحول ما أركن أسوم يسبشان وكلا مركي الله بس سبب أيو شيء النبي عليه الصلاة والسلام سبب ظهره وحول شيء النبي عليه الصلاة والسلام إن تهي وقت الغفلة إن تهي معايا دتك رجب يسود عفين وأشهر حرمة إيه رمضان يدير قروبة يان أيام مركز وحكى له منه سنة شعبان عبادة بضيان ولذلك وحن يري شعبان ك وحوي النبي عليه الصلاة والسلام صون كيس هذا وبدنا ساسو جري محوير محاد عي وحوير عمل يرفع العمل إليه سبحانه وتعالى عمل كله رفعه وحن جعله العمل كي إليه إنه رفعه أنا جو صائمة إلا ذك لنا وكذي جنا وقتها مرك إلا ذهور قفل إذا تكو جران إيو ما دام إليه سبحانه وتعالى عمل كي سنة كأها لرفعنا يو أيان أن وحن جعلها أنا صوما إلهي سبحانه وتعالى ولذلك وحن كشجني أن عماش إلهي سبحانه وتعالى أسوق إلهي وقتك استأقسون أيا وحالي صدق نوعي وقلب حدا أهرو شجني رفع يومي ما نك است عمل كعب بن آدم كعب أضم هذا يسمى ولا رفعه وإلهي سبحانه وتعالى حقي سلوا لو رفعه ولذلك حديث كما مسلم أي حديث كاس عدينا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل إلهي سبحانه وتعالى عملك ما أنتي أنتوا هبينك سوق لنا لو رفعه أنتي ما أنت بالله من كي هبينك لو رفعه ولذلك حديث كاس والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي قرآن كنوغوش حديث كلا نوغوش النبي عليه الصلاة والسلام واللي هي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ورنا وشجني ما لنت عملك رفعنا إلى بعض وقت عملك رفعيه وصلاة الصبح يفجرك صلاة عصر صلاة عصر ملاقي رفع عيسو ملاقي إيمان عيسو وصلافايان كوك هذا الفجر كإيمان كوك هذا بحاي مرك كوك الفجر كيميت إلا عصر كيجوجا يان قف كوك هذا لي عمل كيسة وناجيس إله ورفعنا يان أسوء إله أقصون إن حكمه كلية هذانا وح إيمان اسم ملاقي كلا إيمان اسم عصر وأسبدنا شفتها كواسة بحاي إلا يوح إيمان يكون إلا فجر كيجوجا نيجان فجر كذا نكوك إيمان ساسو يحول مركز يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وبالليل وملائكة بالنهار ونبقى عليه الصلاة والسلام ونو شيء عمل كاسي رفعيا عمل ككلة وحواء السجن ولذلك لبدا صلاة عصر كيو وقت يدي ساعة الإجابة يو فجر صلاة إن جماعة اللي قلتوا كذو ملائكة إيمان يسوح الله أدون كي وحصو أرك أدون كي كور منكو إلهي إله وحيد هايان أسوء صلاة عصر تكون أتقني أسوء تسبيح سنة عصر كيو إلهي بريا أيام أتقني أما صلاة الفجر وتكون أي كوكا لساس الهيان فجر كو أي أسو جيدي قرقي سوكو تكون أي قف دمرت هاي أم قف حنوصا قف كالان فجر كا كتاقاي وهكذا عماش مركز فلي بدا مركز قفك وحالي لها ولذلك روايات كلا إهيد فمن كان فتح باري أي وحور عسي وعجل فمن كان حين إذن في طاعة بورك له في رزقه وعمله ما لنك رزقه قاقن إلهي وكو وأكو بركينا ورفع عملك على قال هذه أصيبته هذه عباده كجره عباده وفر بضن تاعي هذه قد تصدق وبحسنايو هذه قد تكلمينا عباده إنه عبادنا لهذا أما هات عباده محضقة أما تنكلوا ماركي وافق له ملاك تاس إتي ما ذي يسبدل يسو ربورك كا قال يسو هذه عمل صالح كجره وهو إلهي أما برياي أما قد تكلمينايو أما ومتو شقينا هذيك وقصو مران فرصة ويري فتح حافظ ابن حجر ولذلك الضحاك وحل يجري وحل يجري صبح ذي قلبتي انت دبا اوجري وحل يجري يبكي اخر النهار ويقول لا ادري ما رفع من عملي ما خربك مركي اللي قال اوين بلابنا حولي عمل كي ملائكتي وما انت اني قاعد انك وحفي عن مالي قاعد ما اقانو لهي كلمات نواكن اسبوعيقا ربورك اسبوعيقا اسانا واكن قميص الى قاعد والنبي عليه الصلاة والسلام اوجري تعرض الاعمال كل اسبوع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس حديث كذا تعرض اعماله أعمال الناس في كل جمعة أي كل أسبوع معنا مرة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد أدون كسوال دمدافا ومؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء قفك عرك دحيس هذه إسلام تأسدقال سنتين صلاة هذه واحد رفع عمالي عملك ونكسن أساميس معنى إسنين تي قميس تبا ويقلي الوقع على كاس ولذلك إبراهيم ناقع وهل هاجر أسقنه أن يبكي إلى امرأته يوم القميص وتبكي إليه وأسكو أجرا لحاسكي ساسقا نكاس سلفك وعلي
وحاسكي أصي قلبتي مركي لجار وأوجرين وأسكو أوجرين ما أنت قميص على هذا وعليس اليوم تعرض أعمال على الله عز وجل معناها إني أسعى فيان وأسكو أسكو فرحصيين وحلو عمل كود إلو قاضي يقول إسلاش كيسنا ونك إسلام تيسي فرحصيين لكن إسلام إيو وضيق إسدا قارسنا وضيق المساجد صف كركوج جلوس لهاي عمل كا والقاضي إسلام تركسو حناجي أما إسلام وضيق راع ديسي وإسلام إذا إذا تصبح لير وضت صلاة كوجر تصدق بحسنيسو قال لي عمل كود مال رفاعي ولذلك سلف كعاهن حاس جيسو قلبتي لفريسنا ما أنت قميص مركي تهاي إن ومركز إسلوينا يقول إبراهيم نقع يا أثر كاس لجسوري هذه إيه ناس سنتي معايا الملائكة ما دام عشر كاست إيمان إيسو معلين كاست عشر كي قاد إيسو وهذين أصومن تهاي إلا إذا دون كارو حن كسوت قصو صومن مرك إسنين تي قميص تي صوم كلب ذينا وفي عن تهاي كان ومرك أوصل عنه هو كان شعبان كوي مرك كان شعبان ك النبي عليه الصلاة والسلام مرك اللي محق صوم من صوم كوب ذينا وحول شهر وحويه يرفع عمل قفك أو لقالة يوينا يرفع ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين أسوي النبي عليه الصلاة والسلام مرك شعبان كي إن عبادة لبضي وأما صونها آهاتو أما آهاتو صدقها آهاتو ولذلك صدقها دي قرآن آخر سكو نمبا شعبان كي شهر قراء لما اللي يجري عليه وحكى اللي يريها سيد وكالي إن شهر زكاة دات بضان حجر زكاة دو دا وحالي يا رجب يقشي ويقول إن شعب رمضان كا أهل السوبة محاول السوبة سنة دو قوصة كده نورك بعزوة بل سلف قاركود واسو هرمري جيرين حتى كي رمضان كي سنة كي سيئي قشو زكاة وحو بحجري بشا شعبان وبحجري محاد عي سيد مساكين تو قدير قروبان مرك حلقة ما انت اكهد لينو ميزك لو شعبان لي وحاول ليلة نصف شعبان واسو لو دهات ما انت سقال واي شعبان افر عشي انا قحي كتي شان عشو من اللي حيش مركي اوباداتو هبينك او شان اتوانك هبينك هستساقنا ميزك لو ليه ونبقى عليه الصلاة والسلام وحاكسقنا هذا حديث ولها نبقى عليه الصلاة والسلام وحا ان الهي ودوميديس ايو داوانايا ومعناه اطلاع قصمينايا نعم حديث كابي ثعلبة وحوير ان الله يطلع على عباده في ليلة نصف شعبان فيغفر للمؤمن ويملي للكافر ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعو اردت سوى مارك مناسبة دات انك هلا ان نقص اسو شعبان كالليل نصف شعبان النوص وصعود وحاجر بدع بضن او لوسو الدري او اه هبين صلاة الغيب لتكون هاي ما أنت أسوال الصومي ما أنت أسوال الصومي كرام حي يلي أيام البيض وي شان إيتومنك سدح إيتومني أفر أفر إيتومني شان إيتومن أيام البيض كوي قفك إنه أيام بيض وصوم ليب ملا ما كان شعبان كوا بالصومية شان إيتومنك لكن أنا أقصد تكلية صوم أروري أحاديث بدنا قصة عرفت ضعيفة أما قارقودنا يهين موضوع يهين إن ما أنت أسهبين كاس شعبان كلا سوجيدو صلاة الترغيب لتكون هاي حتى إمام نبوي ديدي إمام كان شافعي عليه صلاة الترغيب كاس يوحس وح كجر وح صو أرور معه ما ذلك وح صو أرور وح دتك وح صو أروري كتجايا وح يابك لي صوب صنايا وملايا هبين كاس محل جاهر مركوش قبنا كرت معيته هبين كاس حديث كعليه إلهي وح ضا وضاونا تلعك وسمينا يا أدوم هذه السنة نوفيرنا يا أولية هبين نص شعبانك وعليه فيغفر للمؤمن إلهي مؤمن للمؤمنين ودافع لكن إنك كافر كدم داف ملاصة كافر ويملي ودبو لقى وح دبلو لقى سيدو كله ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه حدي علاش يقول جرت شحناء وقف علا تهي نصف شعبان يقول لن محي إلى إلهي سبحانه وتعالى وكاتجا أيضا ذاتك الاتجا يقول جرتا هدي لي يري روايتك لو حيد إلهي وحول عفا يا ذاتك مؤمنين تقميص حديث كان صدق عفن ذاتك استو ولاك يسوع حناقصا حديث قميص تدان كان ليني والله عمل كل ديبل ولا لقى إلا يكسوها الشيان وحلينا ورمحوشة قبل يسوع تهي والشعبان كان أنت شنصف شعبان لجارين وردتك حمانت سوق بإسعافية والقبائل كتغلما إسعافية حتى إلهي أكرر ديس إنه دي مناف نسيم نسمة دي منافك وحكو حرين هاي أديك إن عفيس ولاك وحوين كامر هبوب عبادة كالوصوب القرآن هاي مجرد قرآن آخر إيو صوم إيو إن هبين كسراتكم آه هبين كسيوكس ومرن أدي إيو قف مسلم أوست جارسن هذا إسعافية شعبان الله قال وليس عفية ما السابق مرمر وضد حكومة ودرايان عفي عفو في أنت هل إس عفية وحصوصي وليس عفية هاي العفيس كاس مهم وقفك مسلم كويام هاي لي حد أهل حقد تاع على وش هذا هبل قبيل يكون عبتاع أم صومالي أنا مشكلته عفيس كاس شعبان وما نقف فأنت أنت ما حد عي قبيلة أسكو هاي السنة دولة إساسته سياسيين إساسته ومدي أسكو لسكو كعيي هذا نواب نقود درنت عصر كان وحاء عصر كان إن سوشيال ميديا ومضى دت سخو درس ورشعبانا عشان يتمكن يسولو يوكو قل ألا شعبان عشان يتمكن يسا
أذقوا حق على وش هذا كبوح إيه حق دي يا قبيل نعاب إيو إيو سياسة نعاب إيو هبل نعاب إيو قلبي كقلن ما حد هذا أسقى عبس عبادة وعبس نعم